من المناطحات الدبلوماسية وصولاً إلى الحرب الباردة في الفضاء، على ما يبدو أن كوكب الأرض لم يعد يتسع لأمريكا وروسيا. فقد قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن واشنطن سعت لاستغلال منصات دولية مثل الأمم المتحدة للضغط على روسيا عبر دول نافذة مثل الصين والهند للتراجع عن خططها لاختبار سلاحها الفضائي، وهو الأمر الذي أكده مسؤولون في الأمم المتحدة. إلا أنهم على الرغم من تواصلهم مع موسكو للتفاوض، فإنهم لم يجروا محادثات مباشرة معها حول نواياها. وعلى الرغم من تأكيدات مسؤولين أمريكيين أن نشر روسيا لهذه الأسلحة لا يشكل تهديداً وشيكاً للأرض في الوقت الراهن، فإنهم يعدون هذه الخطوة غير مسؤولة وتتعارض مع المبادئ والقواعد الدولية المنظمة للأنشطة الفضائية. وكشفت تقارير إعلامية سابقة عن مخاوف تتعلق بخطوات روسية متقدمة لوضع صواريخ نووية مضادة للأقمار في الفضاء، الأمر الذي أثار قلقاً بالغاً في أروقة الإدارة الأمريكية. برأيك، هل تنجح أمريكا في منع روسيا من خطتها النووية الفضائية؟